بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا يوم الأربعاء والذي يوافق الثالثة من شهر رمضان سنة 1432 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يوافق الثالثة من شهر أغسطس سنة 2011 ونتابع فيها مدرسة الحياة وهو شرح لكتاب ابن الجوزي رحمه الله والذي عنوانه بصيد الخاطر وخاطرة اليوم عنوانها من أدوى الأدواء الكبر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال شغلني نظري إليكم ونظري إليه وقوله هذا رجل يتبختر في حلته مرجلا جمته خسف به الأرض
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فرأيت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوباً معجباً ولا شيئاً من زينة، لأن ذلك يوجب النظر إلى النفس بعين الإعجاب، والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق. وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي. ولبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درعا لها فأعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه. ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال: ألهتني هذه عن صلاتي. وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير. وأقول على أسباب هذا: إن المرقعات التي يتنوق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو اللابس، إما لحسنها في ذاتها أو لعلمه أنها تنبئ عنه بالتصوف والزهد. وكذلك الخاتم الذي في اليد وطول الأكمام والنعال الصرارة. ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم، بل ربما جلبت ما يحرم من الزهو. فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا فأعجبه مشيه، فنزل وقال: يا نافع أخله في البدن. عصب هذه الخاطرة يدور حول آفات نفس كل إنسان على حدة، لأن الذي يفسد نفسا قد يصلح أخرى. فهو إذا كان النظر إلى زينة الملابس تفسد نفس إنسان، فهناك آخر لا يصلح حاله إلا بهذا. ولهذا ينبغي أن نفصل الكلام في هذا، لأن ابن الجوزي أجمله كله فربما أحدث شغبا على المعنى. هو يقول: نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال: شغلني نظري إليكم ونظري إليه. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وكذلك رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم قال: شغلني نظرة إليه ونظرة إليكم، ثم رمى به. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بلبس خاتم. وكذلك ذكر حديث الرجل الذي كان يتبختر في حلته مرجلا جمته فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ورد في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وعند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك أن رجلا كان ممن كان قبلكم. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، منها في ذكر بني إسرائيل. وباب ذكر بني إسرائيل ورد في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، وأورد فيه الإمام البخاري أحاديث عن بني
إسرائيل. فهذا الحديث الإمام البخاري أورده أيضا في كتاب اللباس. وهنا ينبغي أن نفصل القول بما يسمح به المقام والوقت على مسألة الخيلاء، لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: بينما رجل يمشي يتبختر في حلته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الجلجلة هي الحركة المضطربة، يعني كأنه يخسف به، يرمى به في الأرض ثم يرتفع إلى مثلا السقف فيرتطم بالسقف فينزل إلى الأرض، وهو هكذا مذ خسف به إلى يوم القيامة. وهذا سببه الخيلاء، وذكر الإمام البخاري أورده في كتاب اللباس. لكن البخاري الحقيقة بوب ثلاثة أبواب على الولاء، يمكن بعض التبويبين بينها باب. الباب الأولاني لما قال فيه باب اللبس أو الجر الإزار بغير خيلاء، وبعدين الباب ده الباب الثاني في كتاب اللباس. الباب الرابع قال باب ما جاء أسفل الكعبين والإزار في النار. الباب الخامس قال باب من جر ثوبه خيلاء. يبقى أنا لما أخذ بالي من تبويب البخاري، التبويب الأولاني اللي هو الباب الثاني باب من جر إزاره بغير خيلاء، أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى ده موافق للإيه؟ موافق للتبويب. الحديث الثاني الذي أورده تحت هذا الباب حديث أبي بكرة الثقفي قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فخرج مسرعا يجر ثوبه، ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تبويب البخاري لما يقول باب من جر إزاره بغير خيلاء، يبقى أنت تفهم منه الإباحة ولا لا؟ ما أنا قلت لك حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أبو بكر الصديق قال: رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترخي وأنا أتعهد. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى كأن مفهوم الكلام أن البخاري يقول من جر لغير الخيلاء فإيه؟ فيجوز. لكن الحديث الثاني الحقيقة أنا يعني شايف أن هو فيه أو الدلالة فيه غير واضحة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج مسرعا يجر ثوبه، ودي حالة ضرورة، زي ما يكون واحد بيقول لك الحق في حاجة حصلت بره فأنت بتلبس وأنت بتجري، فده ليس جرا كالحديث الذي ورد التنبيه عليه في حديث ابن عمر: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فيمكن الحديث الثاني اللي هو حديث أبي بكرة يعني غير واضح المعنى بالنسبة لتبويب البخاري رحمه الله. لا يفهم من تبويب البخاري أن الذي يجر ثوبه بغير خيلاء أنه يجوز بدليل التبويبين اللذين جاء بعد ذلك. التبويب برقم في الباب رقم 4 قال: باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الباب الخامس اللي بعدين مباشرة باب من جر إزاره خيلاء. طب هو لماذا أفرد البابين عن بعض؟ إلا أنه يرى التفريق بينهما، لكن كلاهما حرام.
أورد في حديث في تبويب أسفل الكعبين والإزار في النار، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي الحديث التبويب اللي بعده اللي هو من جر إزارة من القيلان، أورد في حديث ابن عمر السالف الذكر، وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي. منهم من يقول زي النووي: من جر إزاره بغير خيلاء جاز له ذلك. وجر الإزار كان من شارات الكبراء قديما، تلاقي الملوك والناس اللي هم أصحاب المناصب العالية يطيلون ذيول ثيابهم. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين: الحالة الأولى أن يجر مجرد جر، يعني الإزار ينزل تحت القدم، تحت العظم الناتئ أعلى القدم. لو نزل الإزار عن العظم الناتئ أعلى القدم يبقى في النار. إيه اللي في النار؟ القدم مش الثياب طبعا، القدم، لأن صاحبه يعذب بها. إنما الجائز أن يكون فوق العظمين النتائين مباشرة. وإنت لو يعني جعلت الثياب فوق العظمين النتائين لا يظهر إطلاقا أن الثياب قصيرة. إنما حالة الاستحباب أن يكون الثوب إلى نصف الساق، وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثوب كثير من الصحابة، يعني كهيئة المشمر يعني. ده الحالة المستحبة، ويكره أن يرفع فوق ذلك. ليه؟ لأنه بهذا تنكشف الركبة وربما تنكشف الفخذ، وهذا كله إيه؟ مكروه، مكروه فعله يعني إذ إن لم يكن هناك داعيا إلى ذلك. ده أول حكم. الحكم الثاني: إذا أضاف إلى هذا الجر الخيلاء، جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فيبقى ده فيه تشديد في العقوبة أكثر من مجرد أن يجر ثوبه. لو جر ثوبه بغير خيلاء بيعذب، لو جر ثوبه بخيلاء لا ينظر الله إليه. والعلماء اللي زي النووي اللي قال لك يحمل المطلق على المقيد في المسألة دي، قال لك النهي عن الجر جاء مطلقا وقيد بذكر الخيلاء. لما نفهم بقى الحديث: من جر إزاره من الخيلاء، أي بسبب الخيلاء لم ينظر الله إليه، يبقى مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة الحديث إيه؟ من جر ثيابه بغير خيلاء يبقى إيه؟ ليس عليه شيء. ده بيسموه حمل المطلق على ليه؟ عن مقيد. المطلق الذي جاء بغير صفة، المقيد الذي قيد بوصف. لو قلت مثلا رجل، ده لفظ إيه؟ مطلق. كل إنسان ذكر يبقى رجل بهذا الاعتبار. لكن لو قلت رجل طويل يبقى القصير ايه؟ مش معني بالكلام. لو قلت رجل ابيض يبقى قيدته بالايه؟ قيدته بالبياض. تقول اريد رجلا يبقى كل الرجال يدخلوا تحت المعنى. قلت اريد رجلا طويلا يبقى قيدت الايه؟ وصف الرجل بايه؟ بالطول. يبقى كل قصير يخرج من الايه؟ يخرج من المعنى. ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، اهو ده المطلق. يروح يسحب اي بقرة من الشاء ويذبحها، خلاص اجزأته. فلما تعنته قال: بقرة
صفراء. كان ممكن أي بقرة صفراء تنفع، لكن قيدها بقيد آخر، قال فاقع لونها. يبقى ده قيدها بإيه؟ بقيدين أهو، والقيد الثالث تسر الناظرين، ممكن تبقى لميع قوي لونها فاقع ما تعجبكش، ينظر إليها أغلب الناس يقول لك إيه اللون ده مثلا. يبقى لما تعنته أم قيد وصف البقرة بثلاث إيه؟ بثلاث أوصاف. فلما تعنته قيدها بقيد أكثر أصعب يعني، بحيث إن إيه لا تكاد تجد هذا القيد إلا في يعني البقرة دون بقرة كده يعني. فالمطلق مطلق زي ما هو واضح من اسمه، والمقيد لابد أن يقيد بالصفة. فأنا لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء، لو لما أقول الأول من جر إزاره لم ينظر الله إليه، يبقى أي واحد يجر الإزار مع أي قصد بإيه لا ينظر الله إليه. لكن لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء، يبقى اللي ما عندوش خيلاء إيه؟ لا شيء عليه. فالنووي وطائفة من العلماء قال لك يحمل المطلق على المقيد، يبقى إيه الذي يجر إزاره من الخيلاء فقط هو الإيه المذموم. المطلق المقيد مش عايز أدخل يعني أفصل في مسألة المطلق والمقيد من ناحية الأصولية، لكن بس عايز أوضح حاجة. المطلق حاله مع المقيد بيجي في أربعة أحوال: إما أن يتفق الحكم والسبب، أو يختلف الحكم والسبب. يبقى دي طرفان أهو، واحد في اليمين واحد في اليسار، اتفق الحكم والسبب واختلف الحكم والسبب، يبقى الحالتين. الحالة الثالثة: اتفق الحكم واختلف السبب. الحالة الرابعة: اختلف الحكم واتفق عكسها، اختلف الحكم واتفق السبب. يبقى انا عندي اربع ايه؟ اربع حالات. في حالات حالتين لا يحمل مطلق المقيد فيها خالص، وفي حالتين يحمل مطلق المقيد فيها. الذي يعنيني في هذا البحث هو قول العلماء: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. احنا كنا الآن بنرد على كلام من يقول يحمل المطلق على المقيد، إذا جر إزاره بغير خيلاء يجوز. احنا بنرد على اللي بيقول بكده ليه؟ لأنه حمل المطلق على المقيد زي ما أنا شرحت دلوقتي. إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، خلاص. طب تعالوا نشوف الحديث اللي معانا. حديث ابن عمر ده في سنن أبي داود وغيرها، يقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين من الإزار في النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى دي إيه مقطعين هم، تمام. السبب واحد في الاثنين ولا مختلف؟ واحد وهو ليه؟ جر الإزار. ما هو أسفل الكعبين من الإزار في النار، ده بسبب إيه؟ أنه جر إزاره. والمقطع الثاني: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. طب لم ينظر إليه ليه؟ لأنه جر الإزار. إذن السبب واحد في الاثنين ولا لا؟ السبب واحد. ننظر في الحكم: أسفل الكعبين من الإزار في النار. طب هو ذكر خيلاء ولا غيره؟ ما ذكرش خيلاء، قال مجرد أنه يطول ثيابه بس في النار، ده حكم. طيب من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، ده حكم تاني. أيهما أصعب، في النار ولا لم ينظر الله إليه؟ لم ينظر الله إليه. يبقى الحكم اختلف ولا لا؟ الحكم اختلف. يبقى اتحد السبب واختلف الحكم، يبقى لا يحمل المطلق المقيد هنا. يبقى كل حديث لوحده،
ودل الإمام البخاري أومأ إليه بالتبويب، قال: باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والتبويب اللي بعديه: باب من جر إزاره من الخيلاء. طب هو لو كان يرى أن المطلق يحمل على المقيد ما كانش باب التبويبين دول. واضح أنه يريد بالتبويب الأولاني معنى مستقلا، ويريد بالتبويب الثاني معنى إيه؟ معنى مستقلا. يبقى طول الإزار ممنوع. ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وصححه، حديث ابن عمر برضه اللي هو: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. في زيادة في الحديث ده، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وما يفعل النساء بذيولهن؟ إذا كان أسفل الكعبين ما زال في النار، طب الست اللي مطولة هدومها دي تعمل إيه؟ حتى برضه هيبقى في النار. مما يدل على أن أم سلمة فهمت أن الحديث على العموم يشمل الرجال والنساء، ولذلك قالت له: طيب إذا كانت المسألة كذلك، طب النساء يعملوا إيه؟ إذن تنكشف أقدامهن. لو هي هيبقى تبقى زي الرجال بالضبط، تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه شبرا. الشبر من أول العظم الناتئ. طب ده شبر، ولو هي بتمشي بسرعة شوية هتظهر رجليه، لأن تعرف الثوب الإنسان لما يمشي بسرعة بينحسر عن قدميه. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. لو المسألة شبر بس، إذا كان الرجال اللي هم الرجال المطولين ده مزودينها شبر، ومع ذلك لما بيمشي يمد كده في المد بتاعه ده بيبان رجليه. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. طب لما الست ترخي الثوب ذراعا هتعرف تمشي فيه ولا هتتكعبل؟ اكيد هتتكعبل فيه، مش كده؟ قال لك: ما اصل مش لازم يكون الذراع قدام زي ورا، لا قدام يبقى ممكن يبقى شبر وشوية، ولكن تجرجره وهي ماشية من ورا. واحد يقول لك: طب الشارع مليان نجاسات ومش عارف ايه والكلام دوت، وهتلم كل حاجة وهي ماشية بتاع. يقول لك ايه؟ ما بعده من الأرض يطهره حتى لو أصاب الثوب ايه؟ نجاسة. فكون أم سلمة تسأل عن التفريق ما بين الرجال والنساء، يبقى فهمت أن الحديث إنما هو للعموم، ومعنى أنه هو عام في الرجال والنساء، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أيضا. يبقى عندنا يمنع من حمل المطلق على المقيد الحالتين دول، اتفاق السبب واختلاف الحكم. الحاجة الثانية حديث أم سلمة اللي هي بتقول: فما تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله. أبو نعيم في كتاب الحلية روى أثرا عن ابن عمر، ورأيت ذهبي علق عليه في السير تعليقا نفيسا جدا يتعلق بهذا المعنى، فرأيت أن أقرأه عليكم لما فيه من نفاسة، لأن ابن الجوزي أشار في آخر الكلام، قال لك الجماعة المتصوفة، هو قال إن أي ثوب يحملك على الزهو يبقى لا يجوز. طب الجماعة المتصوفة اللي بيلبسوا الهدوم المقطعة والمزيتة، في ناس بيلبسوها للشهرة علشان يقال عليه زاهد عابد متخلي عن الدنيا، ده ممنوع في حقه برضه برغم انه لابس مقطع ولابس مزيت، ده ممنوع في حقه. ليه؟ لأنه أثار الإعجاب الكامن في النفس، فأي شيء يثير الإعجاب في النفس سواء كان من أعلى الأشياء أو من أدناها فهو ممنوع. ممكن أنت تلبس أفخر الثياب ولكن لا يؤثر هذا في نفسك، ما فيش فيه مشكلة،
عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد وفي مسند الإمام أحمد، اللي هو وصية نوح عليه السلام، قال: إن نوحا دعا ابنه وقال: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الاثنين اللي نهاهم عنه قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، هذا الشرك عرفناه، فما الكبر؟ أهو أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال له: لا. يعني جزمة من اللي هي مثلا ب 500-600 جنيه أو 1000 جنيه أو الكلام ده، وبيلبس لميع وحاجات زي كده وبيمشي، هو ده الكبر؟ قال له: لا. قال: أهو أن يكون له حلة حسنة، لابس هدوم جميلة وجديدة ومكوية؟ قال له: لا. قال: أهو أن يكون له دابة يركبها، حتى لو كانت من أفخم أنواع السيارات؟ هل أنا لما أحب أركب سيارة فخمة جدا وبمليون بمتنين مليون بالكلام ده، وأنا راجل معايا فلوس الحمد لله، مش أنا يعني، ها؟ إحنا الحمد لله معانا الستر، لكن بحب أركب سيارات فخمة وما أحبش السيارات الخفيفة اللي كل طول ما ماشي تقعد إيه تتنطط بيها على الطريق، اللي عايز إيه بط، حاجة زي البطة كده، ومعايا فلوس الحمد لله أركبها، ده في مشكلة عليا؟ قال له: لا. قال له: أهو أن يكون له أصحاب يجالسونه؟ قال: لا. قال: فما الكبر إذن؟ إذا كان كل ده لا يعد كبرا. وخلي بالك الكلام ده على عكس كلام ابن الجوزي. ابن الجوزي يقول لك اللي يلبس زينة ومش عارف ايه ويقعد يبص لنفسه، لا، ابن الجوزي له معنى آخر، بس أنا عايز أفض الاشتباك عشان مش حد يتصور إن الكلام ابن الجوزي يعارض الحديث يعني. قالوا: فما الكبر إذن؟ قال: الكبر سفه الحق وغمط الناس. وهذا ورد معناه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: ليس ذاك كبرا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو وغمط الناس، الحديث الأولاني وغمصه، الغمط أو الغمص الاحتقار، سفه الحق تسفيهه واحتقاره، اللي هو زي بطر الحق يعني. يبقى إذن الظاهر لا يدل على أن هذا من الكبر إلا إذا انضاف إليه ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقاره. بطر الحق لا بد أن يكون المتكلم رجلا ذا مكانة حتى أقبل منه، وقالوا: لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يقولون: ما أجمل هذا القرآن، لكن لو نزل على رجل آخر كأبي لهب أو كأبي جهل مثلا من علية القوم كنا قبلنا هذا الإيه؟ أهداء. بطر الحق يرد الحق لمجرد أن حامل الحق لا يعجبه. وفي ناس كده إذا لم يكن المتكلم من علية القوم ومن أسرة محترمة والكلام دوت يرد قوله، يقول لك: ده ساكن فين؟ ده ساكن في الحكر تقريبا، الراجل اللي بيتكلم ده، أو ساكن مش عارف أي مكان. طب والساكن ده إيش دخله الموضوع؟ فده نوع من إيه؟ ده نوع من بطر اللي حق أي رده، لأن المتكلم ليس في مكانة كبيرة. فابن عمر رضي الله عنهما لبس ثوبا، أو يعني أوصي أن يلبس ثوبا، يقول يعني الراوي: رأيت ابن عمر وعليه ثياب خشنة، فقلت: إني أتيتك بثوب لين
مما يصنع بخرسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. نفسي أنك أنت تلبسه، لهدومه من الخيش، بلبس هدوم من الخيش قال أرنيه، فلمسه فقال أحرير هذا؟ لأن أنت لما تجيب مثلا القماش السموكن ده أو ده وتمسك الخيش بتاع الشوال هتلاقي إيه؟ إن السموكن ده حرير يعني، هي كانت حاجة زي كده يعني من نعومته يعني. قال أحرير هذا؟ قلت لا، إنه من قطن. قال إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. شوف الذهبي علق على هذا الأثر بقوله، قال كل لباس، عايز بس ايه تدي دماغك وعقلك للكلام بتاع الذهبي، كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية، الفرجية اللي هي الإيه؟ ثياب كان لها أكمام واسعة، وكانت دي علامة الإيه؟ علامة الثراء، وكانت الأكمام تباع وحدها. يعني واحد لما كان يتعذر زمان، وأنا قرأت هذا في سيري جماعة من العلماء، كان يتعذر زمان كان يبيع كم. ليه؟ لأن الكم كان له تمن، والأكمام دي كانت من تمام زينة الإيه؟ الثوب، وكان يباع وحده الكم. قال فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوفة بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر، وهذا السيد ابن عمر يخاف على نفسه ذلك. وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، اللي هو إيه؟ يجر إزاره، وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل هذا خيلاء. فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمد، شوف الكلام بتاع الذهبي بقى، يعمد إلى نص عام مستقل فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. أو ده نفس كلامنا، نحن قلنا لا يحمل المطلق على المقيد، ده في سكة وده في سكة، وذلك البخاري بوب تبويبين على الحديثين مما يدل على أنه لا يرى حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. يقول ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، لأن كان أبو بكر الصديق يرفع إزاره فوق الكعبين ابتداء، ولكن كما روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال رأيت أبا بكر رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. وروى ابن سعد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر أجنأ يسترخي إزاره من على حقوه. كان أبو بكر كان رجلا نحيفا، فكان الإزار بينزل منه عشان رفيع، تعرفين أنه الإزار
كان زمان ولحد وقت قريب بل هو موجود في مثلا بلاد بعض البلاد العربية يربط الإزار والبنطلون ده بحبل، مش بأستك، لا يربطه بحبل. فهو أبو بكر الصديق لما كان يربطه بحبل وبعدين هو رفيع كان يوم ينزل منه فيوم يشده لفوق، يشد لفوق دي مش معناه أنه أطال ذيله ابتداء، لا ده كان ذيله كان فوق الايه فوق الكعبين، لكن لانه كان نحيفا زي ما قلت لكم فكان بيسترخي منه بينزل، ومع ذلك كان يتعاهده فيشده ايه الى اعلى. هذا يستوي مع رجل اول ما يروح للترزي يقول له اسل الكاكولا ولا الجبه لحد الارض؟ يعني ده ممكن الاثنين يستوي مع بعض يعني؟ فيأتي هذا اللي هو بيفصل الجبة بتاعته ونزلها لحد الأرض يقول أبو بكر إيه كان يسترخي إزاره. طب أبو بكر لم يكن يشده يجر إزاره بابتداء، لكن كان يسترخي نظرا أنه كان نحيفا. فالذهبي يقول فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم هو فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا، ده دخل في الإسبال برضه، وتطويل العذبة بتاع العمام، عارف العذبة بيالها ديل في الآخر، فساعات يطول الديل يوصلها لحد إيه؟ لحد أسفل الظهر يعني. وكل هذا من خيلاء كامن في النفس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة، فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها، الشخص بسحبها ويختل فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات. يعني بقول لك يعني لو لبس الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، فقول لك ساعات يلبس من الفرو وجلود السباع والكلام ده، واذا انت ما لم تهنيه بهذا يزعل منك يعني، ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس، المكس اللي هو الضرائب يعني، أو ولاية شرطة، فليتهيأ للمقت وللعزل وللإهانة والضرب، وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا. فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فده كلام الذهبي رحمة الله عليه، يريد أن يقول أن كل شيء يبعث على الخيلاء في النفس فإنه محرم حتى ولو لم يكن من ذهب ولا من حرير. الرجل الذي يسكن في قصر منيف يكلف ملايين الجنيهات، يعمر جنباته بالتسبيح، أفضل ممن يسكن في كوخ يتقلب فيه أشرا وبطرا. فالمسألة في النهاية ترجع إلى فعل القلب ولا ترجع إلى الصورة الظاهرة، لكن ابن الجوزي رحمه الله إنما أشار إلى الصورة الظاهرة لأنه هناك تناغم وارتباط قوي بين الظاهر والباطن، فيستحيل أن يكون باطن الرجل صحيحا وظاهره على عكس ذلك، والعكس بالعكس، عشان في ناس بيقول لك الظاهر بخلاف الباطن، يقول لك ربنا رب قلوب. ايوه اصل ده كلام مظبوط، ان المرأة يوزن يوم القيامة بقلبه، ده كلام صحيح، وفي حديث في الصحيح
يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لما تحط على الميزان في الدنيا يجيب 160، وساعات الميزان يدول لك هاي، ها يعني الميزان ايه ما يعرفش يجيب جدته بالضبط وزنها قد ايه. ده الرجل ده اللي هو 160 فصاعدا ده يوضع في الميزان فما يزن عند الله جناح بعوض، بخلاف واحد زي ابن مسعود كان اذا مشى تكفاه الريح من دقة ساقيه وضعفهما، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اثقل في الميزان من احد. يعني انت لو وزنت ابن مسعود على بعضه كده يطلع في حدود كم وخمسين كم وستين كيلو، 60 كيلو، 59 58 في الحدود دي. اهو ده رجلاه وقدماه اثقل في الميزان من احد عند الله يوم القيامه. فربنا عز وجل يعني يزن المرأة بقلبه، ما فيش كلام. لكن هناك تناغم كما قلت بين الظاهر والباطن، شكل واحد يكون باطنه مستقيم 100% وظاهره على خلاف الاستقامة أبدا، هذا غير موجود يعني. فابن الجوزي يقول: فرأيت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوبا معجبا ولا شيئا من زينة. ليه؟ لأنه يوجب النظر إلى النفس، وهذا يعني الإعجاب، والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق. وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي. طبعا ده ممكن في بني إسرائيل والأحبار، أنت عارفين الأحبار كان يغلب عليهم الورع، النصارى أصحاب بدعة، واليهود أصحاب فسق. ليه؟ لأن اليهود علموا فبدلوا، واليهود والنصارى ابتدعوا أي زادوا في العبادة ما ليس منها. عشان كده ابن المبارك كان يقول: من فسد من علمائنا كان له شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان له شبه بالنصارى. وكما قال الله عز وجل في شأن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني ما ابتدع النصارى الرهبانية، مع أننا ما كتبناها عليهم ولا فرضناها ولا دللناهم عليها، لكن هم ابتدعوها من عند أنفسهم من باب زيادة العبادة، زي ما كان بعض الصحابة عايز يعمل كده برضه، أراد أن يختصي حتى لا يكون له هرب في النساء. قال: ولو أذن لنا لاختصينا، عشان يبقى متفرغ لإيه؟ متفرغ للعبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعض الصحابة وهو ماشي في جبل وجد غارا ولقى فيه عين مية، فقال: إيه لو اعتزلت في هذا الغار وأدي المية العذبة وهشرب منها والكلام ده. ولكنه أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل هذا، فلما قال له ذلك قال: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية، إنما بعثت بحنيفية سمحاء. يبقى النصارى ابتدعوا الرهبانية زيادة في الايه؟ في الطاعة، ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. يعني يقول: لو أنهم التزموا ما فرضوه على أنفسهم في زيادة التقرب ماشي، لكن حتى الذي فرضوه على أنفسهم لم يلتزموه، فذمهم مرتين، ذمهم على البدعة وذمهم على أنهم إذ ابتدعوا لم يلتزموا هذه البدعة. فالحبر من أحبار بني إسرائيل كان ممكن يعمل حاجة زي كده من باب أن نفسه لا تداوى إلا بهذا، لا تداوى
إلا بهذا. يعني بعض العلماء لما كان الناس يقبلون على يدي قام رابط إيده ومعلقها في رقبته. طب ده انت هتبص على ايده ازاي ده بقى؟ ما هو مش عايز حد يعمل كده ويقول لهم يا جماعه ما تعملوش، لا ما فيش فايده لازم يعملوا كده. انا عامل القصه دي خلاص، وطبعا هيسلم عليه بالشمال، لا الشمال ده للقفل، ها؟ ما فيش سلام بالشمال، خلاص يبقى هيلمسه بس كده. ده مش مطلوب من الانسان انه يعمل حاجه زي كده ليتفادى هذا. هو شايف ان المساله تقبيل على ايده والكلام دوت بيعمل له مشاكل نفسيه وعجب والى اخره، فعايز يعمل حيله فانا عاملها. لكن اهذا يلزم ان يفعل كل انسان هذا؟ لا، في واحد يبقى قوي شد ايده بتاع الكلام ده ينهى الناس الى اخره، لكن مش مطلوب منه ان يعمل حاجه زي كده. بعض العلماء المعاصرين قال لك الست لما يكون صوتها جميل وممكن يفتن يستحب لها أن تضع حصاتا تحت لسانه. ليه يا مولانا؟ قال لك عشان صوتها يبقى خشن. طب لو ما حطيتش حصوايا تحت لسانها؟ قال لك ما ده هتدخل في ايه؟ يا هتدخل تحت النهر. ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب هي لم تخضع بالقول، هي صوتها كده، صوتها جميل لوحده كده، هل يلزمها انها تحط حصواتها تحت لسانها ولا تحطه في عين الحسود؟ ها؟ لا، لا يلزمها طبعا انها تحط حصواتها ولا الكلام ده، كل ده من التكلف. الا ان يكون هذا شيئا مخصوصا لا نقول ان الشرع امر به. هي شافت انها هتتقي الفتنه بحاجه زي كده فعملتها لنفسها بدون ما تلتزم ان هذا من الشرع. فكل واحد عارف المرض بتاعه بيعالجه بطريقته الخاصة، لكن لا يلزم من هذه الطريقة أنها تكون طريقة مسلوكة كل واحد لازم يعملها. فالأحبار من بني إسرائيل كان يمشي بالعصاية عشان كل شوية يعمل كده وهو ماشي، يوم إيه يعني يحمي نفسه أنه يمشي فاتح صدره وعمل عضلاته كده وماشي بالطريقة إياها دي. لا، فدي حاجة برضو إيه قد تكون مشروعة في بني إسرائيل، لكن هي ليست مشروعة إيه عندنا، وقد لا تكون مشروعة في بني إسرائيل، لكن رأوا أن هذا من جملة التواضع الذي يسلكونه حتى لا يدفع هذا إلى الفخر أو الخيلاء. وبعدين جاب حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها لبست درعا فأعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه. طبعا هذا باطل كذب، والأصل القصة مش كده. يعني أنا معرفش ابن الجوزي يعني جاب الحديث ده منين، يعني ممكن يكون حديث موضوع أو كده، لكن الحديث الذي وقفت عليه في حلة الأولياء أن أبا بكر هو الذي قال لها هذا وليس النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين أو ينسب إليها أنها قالت أنها لبست درعا فأعجبتها فنهاها أبو بكر عن ذلك وقال لها إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه ما دامت الزينة عليك. وطبعا هذا باطل أيضا، لأن فيه راوي اسمه إسحاق ابن بشر صاحب كتاب المبتدأ في أخبار الخليقة والكلام ده، وهو كذاب باتفاق العلماء، والراوي عنه ضعيف أيضا، اللي وراه كتاب المبتدأ أيضا ضعيف. لكن إحنا يكفي علينا الكذاب أن يسقط هذا الخبر جملة واحدة. وقال ولما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال ألهتني هذه عن صلاتي. وده صحيح في البخاري وغيره أن أبا الجهم ابن حذيفة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، خميصة يعني زي ثياب لها أعلام يعني فيها زينة وكده يعني. وكان أبو الجهم أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لبسها ونظر إلى أعلامها والزينة اللي عليها أول ما خلص الصلاة قال إيه ابعثوا لأبي الجهم بها وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية ده ثياب غليظ
ليس فيه أعلام وليس فيه لا زينة ولا شيء من هذا. إنما لما قال أرسلوا هذه إلى أبي الجهل لأنه هو الذي أهداه أهداها إليه فيبقى هو أولى بها، وقال هاتوني بالأنبجانية بتاعته. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه رد دي وأخذ منه الكساء الثاني؟ حتى لا يتصورن أبو الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته. والعلماء استنبطوا من هذا إن أنك إذا وهبت إلى رجل هبة فردها إليك فيجوز لك أن تأخذها منه، بخلاف ما إذا أهديته هدية ثم طلبتها أنت. إذا اديت له الهدية وطلبتها منه مرة ثانية ده منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. عشان كده أي واحد يدي لواحد هدية ما ياخدهاش تاني، ودي بتكثر في الرجل لما يكون خاطب واحدة. من الغرائب إن في واحد خطب واحدة، ودي اتكررت أكثر من مرة، يعني لما يجوا يستفتوني في عنده كراسة، خد مثلا دست الجاتو وهو رايح يكتب في الكراسة اشتري دست الجاتو من محل الفلاني بكذا، خلاص أي حاجة حقيرة كانت لا نفيسة أي حاجة الكلام ده كان يكتب الايه يكتب الكلام ده. فلما يفسخ الخطوبة مع بعض يوم يطلع لها ايه كشف الحساب. طب يا ابني الجاتو ده اولا انت لما جبته وخد المطبخ ما الست ام البتاع قامت جايبه لك حتتين طفحتهم، طب انت ما نزلتش دي من الحساب ها؟ طب لما انت رحت وعملوا لك عزومه ذبحوا لك ذكر بط ومش عارف ايه والكلام ده وكلت وشربت شاي وشربت عصير والكلام ده وثاني ده ما حسبتوش ليه؟ وسألتهمش عن العزومه دي كلفت كام برضه حسبتها؟ طالما انك انت ماشي بالسحتوت ها وكل حاجه عمال تحسبها والكلام ده، لا كل الكلام ده لا يجوز له ان ياخذه شرعا. ان رضي ان يكون كالكلب يتقيأ ثم ياكل قيئه يقبل. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الصوره المستبشعه لأن ما فيش ذو مروءة ممكن يعمل حاجة زي كده. لكن إيه اللي بيترد؟ اللي هو ما يجري مجرى المهر في العادة، يعني مثلا إيه خلاص هو خطبها والكلام يقول لك نجيب شبكة. طب الشبكة دي مكلفة كام؟ مكلفة 20,000 جنيه. فلا خلاص قبل ما يكتبوا الكتاب زعلوا من بعض حبوا يفكوا الموضوع. الذهب ده يبقى بتاع مين؟ ما فيش حد يقول لي الذهب هديه، لان ما فيش واحد بيكمل عشانهم يبقى بيدي هديه ب 20,000 جنيه. ها؟ لكن جرت العاده ان هو يدفع ده مقدم مهر مما يدل على جديته في ان يمضي ليه الخطبه علشان يصل الى العقد. لكن لو جاب لها مثلا حلق مثلا خاتم 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه طبعا دلوقتي اظن ما يجيبوش حاجه دلوقتي. الذهب بكام؟ حد خاطب قريب؟ 267 اظن 300؟ لا لا 300 لا دي يبقى سعر النهارده بقى ها؟ 267 انا اعرف 267 267 لحلوح ها؟ الجرام الجرام ده انت بتراب الميكروسكوب خلي بالك يعني. ف 207 لما يكون 267 جنيه الجرام الواحد لو حبيت تخطب هتجيب لها ايه؟ طبعا لو جبت لها خاتم يعني 2 جرام ولا الكلام ده دخلنا في 500 جنيه مش كده ولا فده ايه برضه يدخل في معنى الهديه. 500 جنيه برضه حاجه مش نفيسه قوي، لكن لما يكون ب 10,000 ب 15,000 يبقى الكلام ده ايه؟ ده حق الرجل. حق الرجل ما تقولش انه هديه الا لو كان من الجماعه اياهم اللي في سجن ترع. ها؟ ده مثلا كان يجيب بالهديه ب 4 مليون ب 5 مليون بالكلام ده هديه.
واخد بالك، خاتم سوليتير بتاع او ختمين وخلخال وحاجات زي كده ذهب، والقصه دي بقى 5 مليون، ده هديه على اساس ان ايه دي الفكه اللي في جيبه يعني. لكن احنا بننظر في الحكم في هذا الى العرف. يعني لو واحد جالي من القطط السمان دول اللي هو عنده مليار وانت طالع كده، او مثلا 100 مليون دولار والقصه دي، وانا جبت له هديه بمليون جنيه، اقول له عادي حقها. ليه؟ عشان مستواه يسمح ان يديلها بمليون جنيه هديه، وتبقى زي الخاتم الخايب اللي انت بتديه لخطيبتك يعني. يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه؟ على المستوى، ما بديش الناس كلها ايه؟ احكاما واحد. لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر، يبقى ايه؟ العشرة جنيه بتوعه، لانه ايه؟ جابهم باللتي واللتي يعني. ف النبي عليه الصلاه والسلام لما ودى الخميصه خد بدلها الايه؟ الانبجانيه. ليه؟ علشان، وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام، ان هو مش عايز يقول له انا رجعت عليك الهديه بتاعتك، انما بدلتها فقط. تمام؟ فهو لو انت اللي اديت الهديه لا يجوز لك ان تطلبها، لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك ايه؟ ان تاخذها. واستدلوا بحديث ابي الجهمي من ضمن فوائده اللي الفايده اللي احنا ايه؟ نبهنا عليها. في صحيح البخاري في هذا الحديث لما ارجعها الى ابي الجهم قال: كادت ان تفتنني. تخيل ثياب ممكن تفتن النبي عليه الصلاه والسلام، امال زخرفه المساجد بقى والكلام ده نعمل فيها ايه؟ يعني لما تدخل مساجد هي الفخمه بقى، الناس اللي هم اصحاب الاموال وعايز يعمل مسجد فخم يعني، تبص في القبله وتشوف الزخرفه. ساعات كده لو انت مش واخد بالك تلاقي الزخرفه مثلا شيء بني على شيء بيج على شيء بتاع، تقعد تعد في البيج والبني وانت واقف تصلي، وتشوف شوف ده رايح فين وده جاي منين ومش عارفين الكلام ده. ودي من علامات الساعه ان يتباهى الناس بالمساجد في زخرفتها والكلام ده، حتى السجاد المحطوط على الارض ممكن يلفت النظر. ده كان خميصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كادت أن تفتنني، أمال زخرفة المساجد أو السجاد بتاع المساجد والكلام ده، هذا طبعا لا شك أنه أشد. قال ابن الجوزي: وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير لنعومته وسهولته مش لغلو ثمنه. الحرير الخالص خالص ما يعرفش يشتريه الا الناس اللي هم الايه؟ اللي على مستوى عالي جدا. الصوف الخالص ممكن يكون اغلى من الحرير، ومع ذلك يباح لك ان تلبس الصوف الخالص. الصوف اللي الناس بتلبسه ده مش صوف، ده كده اسمه صوف، لكن الصوف الخالص اغلى من الحرير، ومع ذلك يجوز لك ان تلبسه. الماس الألماس يعني أغلى من الذهب، يجوز أن تلبسه ولا يجوز لك أن تلبس الذهب. مع أن خاتم الماس لوحده أظن أنا قرأت في أحداث الجماعة دول الكلام ده، أن أقل خاتم ماس من الماس المحترم ب100,000، وفي بيصل الى مليون واثنين مليون وخمسة مليون. وزكريا عزمي لما دخلوا الخزنة بتاعته في البنك بيدخلها واقف، الخزنة بتاعته بيدخلها واقف ماشي، حاجة زي الجامع ده كده، واخد بالك؟ مش الخزنة بتاعتنا ده، اذا كان عندنا خزنة يعني، الخزنة بتاعتنا يا دوبك ما تعرفش تحط راسك فيها، لان هي كل العملية اللي عندك ايه؟ شوية جنيهات كده قمت نافشهم ومأستكهم، ها؟ لكن تاني بيدخل واقف، عنده 300 ساعة، 300 ساعة ألماس، الساعة بنص مليون جنيه.
طيب انا يعني لما قعدت افكر كده قلت طب الساعه دي لا يستمتع بها الا وهي في ايدك، لكن انت قافل عليها الخزنه، ايه المتعه اللي فيها؟ يعني ممكن انا ابني فيلا مثلا واعمل الاعمده بتاعتها بالذهب الخالص، اهو الناس هتتفرج عليه، وحاكم انت متعتك احد اهم اسبابها ان الناس محرومون منها، هي دي متعتك. يعني انت متعتك مبنيه على حرمان الخلق، والا لو كل الناس معاهم زي بعض ايه المتعه اللي فيها؟ يعني مفيش. انت بتستمتع بالسياره اللي انت راكبها فخمه مثلا مليون واتنين مليون والكلام ده، بتستمتع بيها ليه؟ اول ما انت معدي كده تبص كل الناس عاملين لك كده واقفين كده، تبص انت بقى في المرايات تشوف حد لسه باصص ولا لا، واذا كنت انت يعني ماشي سريع بتهدي، ها يتهدي يتعدي، مش يكتبوا كده على العربيات تهدي. طب ايه اللي ادالك المتعه كده بتاع الناس واقفه تبص وبتاع، وساعات واحد يصفر كده اوه ايه الجمال ده وبتاع وكده، هي دي متعتك الحقيقيه مش السياره. ما انت السياره انت راكبها خلاص زهقت منها، لكن كل ما الناس تبص يعني اذا سعاده المرء مبنيه على حرمان الناس منها. فلما يكون انا عندي 300 ساعه وحاططهم في خزنه وقافل عليهم، ايه المتعه اللي فيه؟ لا ده انا عايز ابني قصر منيف العالم تعدي تقول ايه الحلاوه دي؟ الاداء ايه العمدان الجميله دي؟ ايه اللي مش عارف ايه ده؟ وانت هتستمتع وانت قاعد في الشكمه كده ولا في البلكونه ولا في البراندة بتاع من نظر الناس وعمالين يبصوا، وساعات ايه واحد ياخد صوره جنب القصر وبتاع الكلام ده، هي دي المتعه تكون في كده. لكن ياخد 300 ساعه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ودي بنص مليون يعني ب 150 مليون جنيه ساعات بس، يعني انا مش فاهم يعني. فهو يعني القصد ان غلو ثمن الحاجه مش هو اصل تحريمها، لكن فشوها في الناس وقيام العصب عليها هو ده اللي ممكن يحرمها، ممكن تكون عله التحريم. زي الحرير اللي هو ايه يشير الى الفخفخه والراحه والتنعم والكلام ده، بخلاف كما قلت الصوف الخالص الذي قد يكون بعضه اغلى من الحرير. يقول ابن الجوزي برضو على المقام الثاني، بيقول المرقعات التي يتنوق الصوفية بها، يتنوقون بها يعني ايه؟ يعني يفتخر بها، هدوم مزيتة وهدوم مقطعة ومع ذلك يفتخرون بها، يقول لك ده يحرم ايضا لا يحل له ان يلبسه. ليه؟ لانها تنبئ إما عن إشارة إلى الزهد، وفي الأغلب هم بيعملوا كده يلبسوها علشان يقال زاهد عابد متخل عن الدنيا وياخد الدنيا بالموضوع ده. في ناس أنا أعرفهم من أغنى الناس بالهدوم المقطعة، مش لأنه يشهد، لا، لأنه يلتمس منه البركة. الناس الأغنياء قوي عندهم بسبب الخوف من الحسد وإن اللي عندهم يروح بيؤمنوا أو مسألة ليه السحر والأعمال في كل حاجة، فيقوم خايف على النعمة تروح منه. مش معنى ذلك ما فيش سحر ولا الكلام ولا فيه أعمال، لا فيه كل حاجة، بس عنده وسواسه في الموضوع ده. فإذا لقى واحد كده من الجماعه المزيتين المقطعين الكلام ده هو وقال له كلمه طلعت صح بيلبت فيه، وممكن يجيب له هدايا وممكن يعزمه على مأكولات شهيه والى اخره. اللي وصله ايه؟ اللي وصله هدوم مقطعه دي. فابن الجوزي بيقول انا مش معنى ان انا قلت لك ما تلبسش شيء معجب للنفس ونفيس والكلام ده هو ان يعني تروح تلبس لي مقطع، لا انت ممكن تكون لابس مقطع وتكون أسوأ من اللي لابس الملابس القيمه. ليه؟ لان هذه انما اثارت فيك الاشاره الى الزهد، وهذا اشارت فيه الاعجاب بالنفس.
فيعني ابن الجوزي ختم خاطرته بقوله: فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا، النجيب والسريع من الايه؟ من الابل. فأعجبه مشيه فنزل وقال: يا نافع خليه في البدن. البدن اللي هو ايه؟ الذي يهدى من الأنعام إلى البيت الحرام. لما عجبه ما سابوش، قال: خذ حطه في الايه؟ في الذي يهدى البيت الحرام يتذبح. وأبى أن يركبه. وليه؟ لأن ابن عمر كان يعلم الذي يضره من الذي ينفعه. وأنا أعلم بعض العلماء الأفاضل كان يدخل دورة المية في المساجد وياخذ المساحة ويمسح دورة المية بنفسه. ليه؟ سئل يعني عن هذا، قال: نفسي وأنا أعلم كيف أؤدبها. هاجت عليه نفسه مرة أنه عالم، أنه فاضل، أن كذا أن كذا، حب يعمل عمل يكسر نفسه فيه، يذل نفسه، فبلاش غير دورة المية في المسجد، يمسك المساحة ويقعد يكنس وينظف ويعمل الكلام ده. طبعا هو كان بيعمل الكلام ده بعد ما الناس تنصرف وتمشي، لكن لو عمل الكلام ده والناس بتتوضا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيلاقي ألف واحد ياخد منه المساحة عشان يمسح، وازاي مولانا وازاي تعمل حاجة زي كده وبتاع والكلام ده. وفي هذا مزلق ايضا، ان يتواضع بان يركب جواد الكبر، وده أسوأ أنواع الكبر، أن يأتيه عن طريق التواضع والذل. يعني أنا لما أكون مثلا في وسط جماعة من الناس البسطاء جدا اللي هم مبهورين بكلامي ومش عارفين بتاع، وبعدين أجي أقول يعني مثلا يا جماعة واحد جاهل زي حالاتي لما يقول كذا 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 كذا، تعليق الناس هيكون إيه؟ أنت جاهل؟ أمال إحنا نعمل إيه بقى؟ ده إحنا هنشوفنا زيك، ده إحنا أنت أحسن واحد، ده انت اعلى من الناس، ده ابدا، ده بالعكس انا جاهل خالص واعرفش الالف كوز الذره. ها؟ ويقعد يزرع على نفسه، كل ما يزرع على نفسه التانيين ايه؟ يرفعون سقف المديح. هو ده بقى اسوأ انواع الكبر، ان ينتزع مدح الناس عن طريق ركوب جواد التواضع. لقاؤنا باذن الله تعالى غدا ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بس احنا هنخلي الخاطره بين التراويح، يعني مش هنخليها في اخر الـ